راح أعلمكم كيف تقفلون الإعلانات الخادشة في اليوتيوب بشكل نهائي. أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات في السعودية بياناً مشتركاً طالبتا فيه موقع يوتيوب بإزالة إعلانات تتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية. فما القصة وما هو مضمون هذه الإعلانات؟ في التفاصيل قالت الهيئتان في بيانهما المشترك: لوحظ قيام منصة يوتيوب بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل المملكة تتضمن بثها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية ومخالفاً لضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة منصة يوتيوب. وأضافت الهيئتان الحكوميتان: وبناءً عليه فقد طلبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من منصة يوتيوب إزالة تلك الإعلانات والالتزام بالأنظمة، كما سيتم متابعة التزامها، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لنظامي الاتصال والإعلام المرئي والمسموع حسب قولهما. وكان قد اشتكى عدد من المغردين السعوديين من ظهور إعلانات خادشة على يوتيوب مطالبين الهيئات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة. وكتب فهد البقمي الذي يعرف عن نفسه بأنه أكاديمي مهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية ولديه أكثر من 1,000,000 متابع على تويتر بحذف الإعلانات الإباحية والكارثية على يوتيوب، وأضاف: للأسف وصل بهم الأمر أن تكون إعلاناتهم إباحية وكارثية يخجل المرء من أن ينظر لها، ولو أن مثل هذه الإعلانات تبث على قناة فضائية لتم معاقبتها. وتابع: أتمنى أن ينظر للموضوع بجدية. فهل تعتبر هذه الإعلانات الموجهة إلى المملكة مؤامرة ضد السعودية وقيمها الأخلاقية؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.